يا ابو فهد سرنا لجاك سموحي الليل بدري وباقي من ساعاتي الدرب قدامنا فاضي ومبروحي والجيب جاهز انا ثويرات مع الخط مفتوح والخط واحد وطلعت ولفات واسمع وجاوب اخوك برأي مطروح بدع على بياني يا سامي اسمع كلامي دام لتوحي والحر حر ويفهم بلا شراتي ولولا السوالف تجي وتقال وتروحي لا المختفي في كل كلماتي يفوح صدري مثل ما يسخن الفوح من ما جرى لي وشفت بعض رحلاتي وانا اشهد اني من اللي صار جرح حداني على بدع العبارات واللي جرى ما يوخرني عن طموحي انا ابن عايش عزيز النفس والذات لو انها قطعت عن بعض خلق الله علاقاتي لا عيني شافت ولا نسمع ولا نوحي حتى ولو جاتني بعض المحفات ولا انت تسلم ابن الصوادي في عزبنا المهمات جدا لك الليلة ممجد وسروح ابن الموازين القطع الحق وقضاتي على دم تستاهل المدح من كل اتجاهات تاريخهم ثابت ما هو كما ضحى ربعي على الطايلة وعلى البطولات حنا الموازين مثل الجسم والروح والرأي واحد ولا فينا فروقات الشبل من ناسنا في الوطحطوح كبيرنا فالمواقف مثل بنات
تشهد.